كسكروت هو كسكروت معناتها الأكلة التونسية الصح، معناتها السلايد التونسية، هريسة سلطة مشوية معروفة، سلطة خضراء سلطة تونسية، مع إضافة يعني طبعا البصل، الثوم عربي مرحي دار، والموالح طبعا يعني عظام الموالح نحطوا الأكلة التونسية هذه، وطبعا التون سلطة في الدار معناها دياري ولا لا دي كل شيء ديري، ما عدا التون والهريسة نشربها من هنا، باقي يقول جيبوهم من الدار، كل الصنع في الدار، صنع محلي يقول هذا اللي معناتها المواطن الشيء يحب، يحب الأكلة في الدار يعني. صحيح التونسي هذا. فين؟ صحن التونسي شنو فيه؟ صحيح التونسي هريسة، سلطة مشوية، المروف، ومعاها سلطة تونسية طبعًا، البصل، ترونشيتة طماطم، والثوم والموالح. كل يحضر يعني فوري على الصباح بكري، نقوم ثلاثة نحضر كل شيء ونجيب لهنا، كان ما عدا الهريسة نشريها من هنا على الصباح بكري. قد ايه تبدا معنا موجود لهنا؟ خمسة ونصف نبدا لهنا، الخمسة ونصف نبدا موجود لهنا. كل يوم معنا انت موجود لهنا معنا؟ ما عدا يوم راحة فقط في الأسبوع. يوم الراحة أنا ويوم الراحة. ناخذ لحد دائما. شن زدت كاخر خويا؟ حارة ضامة، حطيت زوز، زدت كابتين، زدنا كابتين. معناها هو الطلب تاع الكليون تحط له كعبتين عظام ولا كعبه ولا حسب الطلب نتاعك اليوم، مش انا من وحدي اليوم، هو اللي يطلب حط لي كعبتين سوي زي المواد السحام. هذا من الزبون، هذا زبون يومي. ايش رايك في ماكلت حمى؟ ماكلت حمى حاجه باهيه، حاجه ديري وحاجه فيها وحبيه يا باهي. امشي حمى معناها ديما موجود لهنا، انت ديما تاكل مع الحم كل صباح ناخذ مع عنده. ديما معناها صحن تونسي ولا كسكروتيات ولا ديما صحن تونسي. ديما صحن تونسي. وهذاك المساعد بس صحن تونسي تو بقد ايه؟ انت والمكونات فيه، اذا كان يعني في كعبتين عظم ب 4000، اذا كان في حاره 5000، كل ما نزيدو يعني نزيدو فلوس دائما، كل ما نزيدو. والكسكروت العادي معناها بقد ايه؟ 2500. عملنا باقيات حم ما شاء الله. لا حم عملنا باقيات. سمو محمد احنا خاطر جينا خاطر محمد معروف عليه معناها ماكلته نظيفه والبيع. فهمتني؟ وخر شويه. قلت له الهريسه ياخذ فيه من عندي سمو محمد. انت حالك كوين؟ انا اللي نزود فيه. تزود فيه؟ انا نزود فيه. معناها انت تزود فيه بالطن والهريسه؟ الطن والهريسه، الهريسه من البلاد، معنا من بلادنا في الكابون، ونزود فيه في الزيت زيتون الشعيبي. الطن معناها حاجه درجه اولى. درجه اولى. ياخذ في حاجه بريمير. ديما بريمير. ديما في البريمير يا حوس. وديما معناها ما عندكم حما كليون. كليون في دال حما. وانت كليون عند حم. وانا كليون عند حم من 2012. حم ديما معناها ماكلته باهية، ديما تقف عنده شنو؟ كسكروتيات؟ كسكروتيات كسكروتيات. كسكروتي سبيسيال من عندك. كسكروت سبيسيال، كيفاه كسكروت سبيسيال؟ سبيسيال جبن هريسة وطن وجبن لوندورك الجريير. يفرح بينا حاسي. يلبي طلب من الحريف. معناها يشخش كل كسكروت. متباع. كسكروت سبيسيال بقد ايه؟ سبيسيال ب 3500 عند حم. سوا مرفقة عندي. سوا سوا. واللي ما عندوش ياكل زاد. واللي ما عندوش ياكل. يقولوا له نعم نعم يقولوا له. نعم. يقولوا له نعم هز معناتها. من 5 ل 11. ما تكملش من بعد. لا لا لا. وجبة واحدة فقط. وشناهو آخر غير كسكروتيات وصحن تونسي؟ عندنا المروب وعندنا الطايب. عظم طايب وعندنا عظم مروبة. اللي عالمية العظم مروبة. شوف وري العظم مروبة. هذاك مستقبل بزاف. وري وري على خير. مش على نهج الجزيرة. طبعا نهج الجزيرة معروف، نهج الجزيرة مقابل القهوة بن تنفوس مع لونغل نتاع نهج روسي بالضبط. هذاك المكان نتاعي يعني فاهم، هذاك المكان نتاعي دائما. مرحبا بكم ناس كل بحر حمى. كسكروت نظيفك تشوف الاسوام كلها مرفقه.
تاكل تشبع وتروح كل شيء بنضيف. ما عندكش فلوس تجي تاكل بحر حمى؟ عندك فلوس تاكل؟ ما عندكش فلوس تاكل لعابري سبيل مطعم عابري سبيل. اي واحد يجي البومنديل يتعدى بحر حمى ياكل ويروح مطعم عابري سبيل. اي